يحتوي البقدونس على كميات كبيرة من فيتامين جيم الضروري لصحة العيون، الشعر، الأسنان وأيضا مقاومة العدوى، كما أنه مضاد للأكسدة. وأيضا يحتوي البقدونس على كميات لا بأس بها من الحديد، المغنيسيوم، الكالسيوم، الفوسفور، كما أنه يقاوم السرطان، حيث أكدت بعض الدراسات أن المركب الموجود داخل البقدونس يساعد في حماية الجسم من السرطان عن طريق تحديد الشقوق الحارة. كما يعمل البقدونس على زيادة الهضم وأيضا إزالة الدهون والبروتينات، مما يساعد في التخسيس. طبعا البقدونس، الجرجير، أي خضروات ورقية، سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى دايما بيبقى عامل فيها قيمة غذائية عالية جدا، فليه ما نستفدش بيها؟ خلينا نشوف دكتورة هنادي جابر، أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية، هتدينا تفاصيل أكتر عن البقدونس. دكتورة هنادي أهلا بيكي. أهلا بيكي وشكرا. اهلا بحضرتك دكتوره هنادي. ادينا تفاصيل اكتر، ازاي ممكن نقدر نستفيد من البقدونس سواء كان في التخسيس او في مقاومه السرطان؟ هو البقدونس كصنف من اصناف الخضروات الورقيه مهم جدا عشان مصدر الالياف. الالياف الغذائيه دي مهمه جدا لان هي بتعالج الانسجه وبتعالج السمنه من خلال ان هي تدي فرصه افضل للشبع. كمان فيها فيتامين اي، وفيتامين اي ده مهم جدا عشان نضاره البشره وجمالها. كمان هو مضر للبول، لو استخدمنا ميه البقدونس او منقوع البقدونس في الميه الدافيه ده مضر للبول وكويس جدا، وبيساعد في تنظيم عمل الكلى وخروج الميه الزايده من الجسم. منقوع البقدونس ازاي يا دكتور؟ يعني ننقعه في ميه ولا نغليه ولا نعمل ايه بالظبط؟ والله هنجيب ميه مغليه ونحط فيها عودين بقدونس اللي فيهم الورق دول، ونسيبها 5 دقائق او 10 دقائق. مجرد ما الميه تتصبغ بلون البقدونس حصب فيها واشرب. تمام. ممكن كمان نستخدمه في السلطه او ندخله في اكلاتنا العاديه برضو هنستفيد بنفس ياريت. القيمه. يعني احنا مش بس السلطه، احنا نحاول ان احنا نحط البقدونس على بطاطس البيوري مثلا، نحطه مع الرز، نحطه مع الاصناف كتير زي الفول المدمس، يعني نحطه في وسط الاكل في كل حاجه على قد ما نقدر. بالظبط. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره هنادي جابر، استاذ التغذيه بالمعهد القومي للتغذيه.